قناة ليبيا الرياضية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه التغطية وهذا النقل المباشر لمباريات دورينا الممتاز بكل تأكيد، وهذا اللقاء الذي يجمع بين فريقي الوحدة ورفيق لحساب الجولة والأسبوع العاشر من مرحلة الإياب ميدان طرابلس الدولي. على بركة الله صافرة الحكم نصيب الهواري تطلق في هذه اللحظات معلنة عن بداية وانطلاق دقائق هذا الشوط الأول وهذا اللقاء من لاعبي فريق نادي رفيق. الهجوم يتحول لصالح فريق رفيق سرمان. الكرة والمحاولة عن طريق علاء حامد. الكرة على اليسار لصالح رفيق، كرة خطيرة ضاع. الهروب من شبح الهبوط بين الفريقين، بين الوحدة وبين رفيق. المطلب الأساسي لكل مدرب ولكل فريق، حمزة بشكل مباشر البحث عن علاء حامد، ولكن الأقرب مدافع فريق نادي الوحدة ومتوسط الميدان عبد الروف. عبد الروف فؤاد يلعب الكرة، ولكن كرة عبد الروف نادي رفيق الجولي الذي صوب كرة بشكل مباشر، حاول أن يركنها في باعتبار أن من سيخسر أو سيفقد أكتوبر القادم 11 جولي ضيع، ولكن الكرة تعود من جديد لمصلحة فريق الوحدة. لمسة باتجاه محي الدين عريبي يعكس العرضية. تلعب الكرة من جديد. مواجهة مرمى الشعواني لصالح رفيق. بديل عبد الهادي. يا السلام يا السلام يا السلام، جول عبد الهادي عمر بزرين جينيانج. والدخول جاء من عمر عبد الهادي من فرق وأندية المجموعة الثانية. تلعب الكرة في المساحة، ولكن الخطأ والصافرة موجودة من نصيب الهواري. هدف من كرة رأسية أم دين الواضح أمامنا على الصورة. أيمن نور الدين، أول كرة تلعب من محي الدين عرابي، صوب كرة بشكل مباشر. كرة على اليمين وليد المرغني أمام الفرصة وأمام المساحة، يلعبها قصيرة. التصويب، فرصة التصويب، فرصة التصويب خطيرة. عبد الرؤوف يلعبها بطريقة على الجهة اليسرى محمد توفيق. محمد توفيق يوصل كرة عند عياد، يصوب كرة. التصدي من الشعواني وليد في مرة ثانية، جول من منطقة غير مراقبة وأيضا من منطقة غير مرئية. التصويبة كانت من عياد والمتابعة جاءت من وليد المرغني وضعها بالعقل. بالعقل يا وليد، والهدف الثاني لصالح فريق نادي رفيق. أسبقية وأفضلية بشكل مثالي بكل تأكيد أن تغادر إلى غرف تبديل الملابس ونهاية الشوط الأول. حكم لقاء نصيب الهواري يطلق صفيرته معلنا عن نهاية أحداث وأجواء الشوط الأول بتقدم فريق نادي رفيق بثنائية. الهدف الأول واضح أمامنا على الصورة الذي جاء عن طريق عمر عبد الهادي، وهذا الهدف الثاني من إمضاء وليد المرغني. بدأت المباراة واستأنف اللاعب من جديد. تلعب الكرة ثابتة عالية داخل مناطق الجزاء. المحاولة لنادي رفيق، تلعب العرضية داخل المنطقة. فؤاد في وسط الملعب يوصل الكرة باتجاه أحمد الهمالي، والهجوم يتحول لصالح رفيق. تمريرة باتجاه جولي، واحد على واحد، كرة خطيرة الآن، خطيرة. جولي ضاعت. الماضية شاهدنا عديد الكرات الضايعة. تصويبة كانت خطيرة، التصويبة خطيرة. هجوم عكسي لمصلحة فريق نادي رفيق. مرور، المحاولة خطيرة، التمريرة، فرصة الهدف الثالث، كرة ضاعت. المساحة باتجاه محي الدين عريبي. أحمد الهمالي لاعب سريع خطير، دس أسمراني والكرة طالت طالت. لاعبان يفكر في لعب الكرة بينية، تصل البينية الآن خطيرة. محي الدين، محي الدين عريبي، عريبي والعرضية، جول جول. هدف تقليص الفارق لمصلحة فريق الوحدة، هو فعلها الذي تحدثت عنه قبل لحظات أحمد الهمالي حين قلت هو أكثر لاعبي الوحدة رغبة في العودة في النتيجة. يفعلها بالفعل أحمد الهمالي، ويا همالي لكل مجتهد نصيب
كان هو الأكثر فعالية، كان هو الأكثر حيوية والأكثر حركة في تشكيل فريق نادي الوحدة الذي تحدثت عنه. هذا هو الأسمراني بالرقم 2 أحمد الهمالي، جاءت الفرصة ووضعها في شباك حمد أحمد لعباني، فرصة لعبة العرضية، يعكس العرضية خطيرة داخل المنطقة الرأسية، ضاعت رأسية، ضاعت، يا السلام الهمالي 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 هو الهمالي لتعود عند عمر، عمر عبد الهادي، عمر عبد الهادي، مشت معك الكرة يا عمر ولكن الكرة قطعت، مشت الكرة معك في مرة أولى ولكن قطعت في مرة ثانية. الهجوم تحول للمحاولة الأخيرة لمهاجم فريق نادي رفيق، لاعب روف يمرر الكرة باتجاه زكريا، بينية باتجاه الهمالي، الآن الكرة خطيرة خطيرة، هذه الكرة عرضية موجودة أكثر من لاعب الهمالي، الهمالي الهمالي برأسية من جديد ولكن الكرة ضاعت. الهمالي التونية والدوبليت في شباكة، البرجي يتألق، البرجي يتصدى لكل الكرات، لكل المحاولات التي جاءت عن طريق لاعب واحد وهو الأسمراني بالرقم 2 أحمد الهمالي في تشكيل فريق الوحدة، تحقيق فريق هدف التعديل ولكن حمزة البرجي أهدى فريق 3 نقاط بطلقة. ومع هذه الصافرة التي أطلقها نصيب الأواري أصدقائي أعزائي المشاهدين